واحد بيقول فكرة ذكرى الأربعين عند قدماء المصريين كانت عملية التحنيط تستغرق مراسيم طقسية 40 يوما، ومنها انتزاع الأحشاء ووضعها في صناديق خاصة. فهل أخذت المسيحية هذه الذكرى بمفهوم مسيحي؟ لا طبعا، الحاجات اللي موجودة عند الفراعنة شيء والمسيحية شيء آخر. هو المسيح لما صعد إلى السماء في اليوم 40 ما كانش واخد عن الفراعنة، طب دي حاجة تانية، كانت بسبب انه قضى 40 يوما مع التلاميذ يثبتهم في الايمان ويثبت لهم قيامته ويسلمهم تعاليم العهد.